وما زلنا في الشأن المحلي، وزارة الزراعة أعلنت عزل 19 رأسا من الإبل لإصابتها بمرض الكورونا ضمن الشحنة الواردة من السودان والتي تضم 4630 رأسا. وقالت الوزارة إن عملية الفحص تمت بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان. وفي سياق آخر، تمكنت مديرية الطب البيطري بالجيزة من ضبط عدد من المتهمين قبل توزيعهم نحو 600 كيلو من لحوم الحمير المذبوحة.